الصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لك سيادة الرئيس على هذا اللقاء الدوري اللي أصبح سنة حميدة لوسائل الإعلام الوطنية. من دون شك سيادة الرئيس، شهر جويليا شهر الخير بالنسبة للجزائريين. كان هذا العام يعني شهر الأفراح، من الستينية ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران اللي حققت يعني بشهادة الجميع بالداخل والخارج نجاح باهر. خلينا نبدا بالعاب البحر الابيض المتوسط. سياده الرئيس، بصراحه سياده الرئيس، كنت تتوقع هذا النجاح لهذه الالعاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على هذا الحضور نتاعك. عفوا سياده الرئيس. ممثل الصحافه الوطنيه، كان عندنا امل كبير انها تنجح، وسعينا على اساس باش يكون فيه نجاح في الالعاب، بالاخص لما احتضنها الشعب يعني المجتمع المدني الوهراني وغير الوهراني، لان كان فيه جزائريين حاضرين من 58 ولايه. صحيح. كل جو باش يشجعوا الرياضيين تاعنا، كانت فيه مؤشرات تاع نجاح. اما النجاح الباهر اللي وصلنا له، ولا واحد كان يتوقع يعني باش يكون نجاح بهذا الحجم. النجاح كان متوقع ولكن مش بهذا الحجم. كان تخوف سيادة الرئيس عند الرأي العام، يعني احنا في الإعلام تبعنا كان تخوف كبير. ما يعرفش الشعب كان متخوف، اللي كان ما يعرفش الشعب، لأن قبل كان في عمل مع المجتمع المدني، مع الجمعيات، مع وكل تواعدوا على أساس يحتضنوا الألعاب هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى كان في عدد هائل من المتطوعين اللي شاركوا في يعني بدون مقابل، من اجل شاركوا، من اجل المشاركه، يعني جديتهم النخوه يعني من اجل بلادهم. كانت بدايه شيء. صح، اتفق معك ان اليوم بالنسبه لبعض الاحداث فيه ما قبل العاب وما بعد الالعاب، وإن صح القول أقول كذلك ما قبل العرض العسكري وما بعد العرض العسكري. صحيح، الكثير يعتبرها يعني معيار ألعاب البحر الأبيض المتوسط، معيار الاستعراض العسكري. وهنا تتيح لي الفرصة كي أتحدث عن الاستعراض العسكري اللي كان الغير مسبوق أيضا سيادة الرئيس بمناسبة الستينية، بحضور قادة الدول وبحضور العديد من المسؤولين، يعني كان حضور نوعي وفيه العديد من الرسائل، أو البعض فهمها أنها رسائل سيادة الرئيس، البعض فهمها أنها نداء للدول الشقيقة والصديقة أن الجزائر الموجودة، والبعض الآخر فهمها بأنه رسائل معينة تبعث بها الجزائر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون. وما يخفاش عليك، هي تقاليد تاع الدول مثل الجزائر اللي تحرت بالسلاح، ولا واحد يعني منحها استقلال ولا منحها امتيازات ما يعني مجانا. كان دفعنا فيها أرواح وأرواح وأرواح، ملايين الأرواح تاع الشهداء. رجعنا رجوع الأصل فضيلة. كانوا الجزائريين كلهم ينتظروا من الاستقلال حتى هذه 30 سنة بالتقريب، كانوا ينتظروا سنويا العرض العسكري، ومن بعد توقف، ما نحللش أسباب التوقيف. رجعنا لأصلنا، وكل دول العظمى دير العرض نتاعها. الجزائر دولة عظمى سيادة الرئيس. طبعا دولة عظمى، اللي ما يأمنش بنفسه دولة عظمى، دولة إفريقية عظمى، ودولة لها وزنها في البحر الأبيض المتوسط، والأحداث تبرهن بذلك. اليوم علاش الناس ما تتساءلش ولا تقول هذه رسائل لما دولة أوروبية عظمى، عضو مجلس الأمن، دير العرض العسكري تاعها سنويا. لكن لما الجزائر دير عرض عسكري كيقرا رسائل. هذا هو، يعني ما عندناش الحق نديروا العرض العسكري، ما عندناش الحق نبينوا اللحمه اللي موجوده بين الجيش والشعب، بانه جيش امه. ماهوش جيش مرتزق ولا جيش اللي يمشي يغزو في اماكن اللي ماهيش ليه. ده جيش تاع امه. والأمة احتضنت العرض وفرحت به، ورجع لها نوع من النخوة ونوع من الأمل على أساس أنها جيشها يحميها. ده ما كانش ما من اعتبرها شيء آخر، مثل ما يقول بالعامة
يعني اللي فكر شو تبني يخاف من النار. ما احنا جيشنا جيش مسالم، جيش عمره ولا خرج على الاعراف الدوليه ابدا، ويواصل في هذا المنوال حمايه للوطن ووفاء لرساله الشهداء. عندنا قدراتنا الذاتيه الحمد لله، جيشنا قوي، الشعب قوي، الشعب رجعت له النخوة الوطنية والوحدة الوطنية والأمور هذه خلاص. ربما وش زاد من هذا الستينية ومن هذا العرض العسكري الغير مسبوق سيادة الرئيس، وأيضا شفنا مصالحة تاريخية يعني بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وإسماعيل هنية. أين تتجه هذه المصالحة سيادة الرئيس، وهل الجزائر تتجه إلى تحقيق هذه المصالحة اللي اكثر عليها اللغط؟ يعني الجزائر الآن تتجه لتحقيق هذه المصالحة بين الفصائل الفلسطينية؟ عندنا في الجزائر القدرة سيادة الرئيس؟ عندنا أكثر من القدرة، عندنا المصداقية، الدولة الوحيدة ربما اللي ما عندهاش حسابات ضيقة في الشأن هذا. احنا مع فلسطين مهما كانت الأوجه اللي تمثل فلسطين، احنا مع منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وبدون الوحدة وبدون توحيد صفوف يصعب استقلال فلسطين، يصعب. التفرقة تخلي فلسطين فريسة سهلة لمن حب يفترسها. لا، نحن على حساب الفلسطينيين بنفسهم يقول احنا كل فلسطيني، كل فصائل فلسطينية بما فيها حماس عندهم ثقة في الجزائر، لأن الجزائر ما عندهاش أمور أخرى ما غير لم الشمل تاع الفرقاء الفلسطينيين، وبدينا فيها وإن شاء الله ننتهيو نهائيا بتنظيم مؤتمر أو لقاء منظمة التحرير الفلسطينية هنا في الجزائر إن شاء الله. ننتظروا الإخوان قبل القمة العربية. قبل القمة العربية سيكون لقاء يجمع إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بادر خير. يرجع المياه لمجاريها إن شاء الله. إن شاء الله دي بشرة خير سيادة الرئيس. نفس الشيء يحيلنا أيضا على الملف التونسي سيادة الرئيس. شفنا أيضا استقبالكم للرئيس التونسي وقراركم بإعادة يعني فتح الحدود، هي كانت مفتوحة لكن أمام المواطنين. وشفنا أيضا لأول مرة لقاءكم مع الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين طبوبي. هل هي وساطة جزائرية في الملف التونسي سيادة الرئيس؟ وساطة بين 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 الخصوم. الرئيس التونسي ماهوش متخاصم مع الاتحاد، ما بين الناس اللي ساندوه كان أكبر سند ليه بعد الشباب كان الاتحاد العمال. لا، كانت فيه فرصة أنهم تلقاوا، لأن الاتحاد العام العمال التونسيين كانوا من الضيوف الممتازين تاعنا، لأن أولا جوار وأشقاء ورصيد نضالي مع اتحاد العمال الجزائريين، وكان تربطنا أواصر نتاع تاريخ ونتاع كذا. تلاقوا هنا كانت فرصة طيبة، ولكن ما اعتقدش ان كانت فيه وساطه تاع الجزائر. استقبالك الشخصي سياده الرئيس للامين العام للشغل التونسي هو اللي مد هذا الانطباع يعني؟ ايه، الناس اول موضوع تاع شقيقه تونس. تونس اولا دوله شقيقه بيتم المعنى، اولا دوله مرت بثوره مباركة، ثورة اللي خلاتهم يعني دخلوا في تسيير آخر، بالإضافة إلى ربما أزمة اقتصادية اللي خلات اضطرابات اجتماعية نوعا ما في الظاهر ولا غير ظاهر. في هذا الظرف هذا احنا كل هالظروف اللي تمر بها تونس مرينا بها، كل الظروف مرينا بها. إذن إلا ما تكونش الجزائر سند لتونس لمن تكون سند؟ في الشارع الجزائري يقال بأن الرئيس عبد المجيد تبون
واقف كثير مع الشقيقة تونس. لا واقفين لأن أولا من واجبنا التاريخي، لأن دماءنا امتزجت حتى في الثورة وقبل الثورة، وشقيقة تونس عمرنا ولا شفنا منها يعني شيء سلبي. ما إذا كان في هالظروف والجزائر في ميسرة يعني أمورها متيسرة الحمد لله، لازم تفيد بها شقيقة تونس، ومش إلا في اللقاء مع أخي قيس في أيام الوباء الكورونا صحيح. الجائحة في بعد الجائحة في التبادل الاقتصادي السند المساندة الاقتصادية لتونس الشقيقة بدون من الداخل ولو بمليمتر في شؤونها الداخلية، لأن نعتقد أن الأمور السياسية والأمور المصيرية نتاع تونس ما يحلوها إلا التوانسة بأنفسهم. احنا ما نحبش اللي يدخل لنا في شؤوننا الداخلية، ما نسمحش لنفسي باش نتداخل في شؤون الداخلية نتاع أشقاء التونسيين، ولكن نساندهم كلهم كما راه. بمعنى الجزائر اللي يسمع هذا الطرف أو ذاك؟ لا، الجزائر مع الشرعية، الرئيس أخي الفاضل قيس سعيد يمثل الشرعية، منتخب من طرف الشعب ومنتخب صفة يعني. إذن إذا كان نتعامل مع الرئيس، وشي طبيعي باش نتعامل مع الرئيس، هذه بغض النظر على ربما المودة اللي تربطنا شخص يعني كأشخاص. سيد رئيس، القمة العربية المرتقبة شهر نوفمبر إن شاء الله بالجزائر، المؤشرات اللي عندك سيادة الرئيس، وحنا شفنا أنك تبعت في الوزير الخارجية وتكلف به مؤخرا، كان في العراق وكان أيضا في سوريا، وهنا نربط ربما بتصريح الرئيس السوري اللي قال بأنه النقطة الإيجابية الوحيدة تقريبا في القمة العربية القادمة أنها ستكون بالجزائر، وشفنا وزير الخارجية كلفته أيضا بزيارة سوريا. تتوقع سيادة الرئيس بحسب المؤشرات اللي عندك أنه القمة العربية القادمة بالجزائر ستكون ناجحة، وهل سوريا ستكون حاضرة سيادة الرئيس؟ القمة في الجزائر أعتقد أن طبعا تكون ناجحة، لأن احنا ما عندنا حتى خلفية وراء هذا الخلفية الوحيدة اللي هو لم شمت على العرب، لأن في السنوات الأخيرة وقع تشرذم كبير ونزاعات بين العرب في بعضهم بعض إلى آخره، لأمور يعني ما هي خلافات معروفة. احنا صحيح. إن شاء الله يلتقوا هنا كلهم أشقاء تاعنا وكلهم نحبوهم، ما عندناش في الخليج ولا في الشرق ولا في الغرب ولا ما يهمناش، احنا المهم الأسرة العربية تجتمع في الجزائر، والجزائر أولى بجمع الشمل وأولى بالوساطة، حتى لو كانت فيه وساطة بالنسبة لحل بعض النزاعات ولا بعض تبقى الشقيقة سوريا. شقيقة سوريا أولا من الناحية القانونية هو بلد مؤسس للجامعة العربية، يعني صحيح. شرعا ما فيش من ناحية الشرعية تواجدها طبيعي، من ناحية السياسية وبالأخص الظرفية هما بنفسهم الأشقاء تاع سوريا يقول لك احنا ما كنوش سبب لتفرقة صفوف أكثر ما هي متفرقة. راح عندهم وقت مهلة تاع تفكير، وحنا عندنا مهلة تاع تفكير، والعرب رغب اتصال معاهم. قرار لم يتخذ بعد سيادة الرئيس بناء المعطيات العامة. احنا نسعى ونسعى بجد ونسعى بإيمان راسخ في الوحدة القومية. سيادة الرئيس، قمت مؤخرا بزيارات، يعني زيارة لتركيا، زيارة لإيطاليا، شفنا مؤخرا أيضا عقد جد مهم مع إيطاليا، شفنا أيضا خلال زيارتك لتركيا وحتى إيطاليا يعني تركيزك الشديد على الملف الاقتصادي سيادة الرئيس، عقدت عدد يعني عقدت اجتماعات حتى مع رجال الأعمال في, 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 في تركيا. هل بدأت ثمار سيادة الرئيس تحت الزيارات، خاصة أنه الملاحظ أنه الرئيس عبد المجيد تبون توجهه يعول كثير على إيطاليا وحتى تركيا، هل بدأت تتجسد هذا؟ هو شوف
لونه ابتعد شيئا مع العاطفة ونستعمل المنطق. شوف باللي من أكبر الاستثمارات عندنا في الجزائر هي تركيا. تركيا إنتاج تاع الصلب في وهران أصبح يعني مرتين ضعف الإنتاج اللي كان عندنا ورانا نصدره. يتصدر صحيح. الاستثمار في 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 الملابس، الاستثمار في النسيج، الاستثمار فيه، وما زال فيه استثمارات اخرى جايه بالنسبه للصناعه الخفيفه والمتوسطه. اذا من الطبيعي ان الانسان يعني ينمي هذه العلاقه هذه ويقويها باش تصبح علاقه يعني ما تم فيها فائده البلدين. تركيا تربطنا بها تاريخ، تاريخ عريق وتاريخ، ما عندناش حتى مشكل مع تركيا. صحيح. ما عندنا حتى مشكل مع، بالعكس احنا بالنسبه بالطبع يعني تركيا في بعض الدول اخرى يعني اللي من ناحيه الاستثمار يعني استثمروا اموال طائله عندنا مثل تركيا، مثل قطر، مثل دول اخرى. نسعى حاليا مع السعودية، مع المملكة السعودية الشقيقة إلى آخره. إحنا نسعى باش نجذب الاستثمارات من طرف الأشقاء. تبقى إيطاليا، حليف صحيح يعني كيفاش نقول يعني استراتيجي، ماشي إلا استراتيجي، بعد استراتيجي، لأن أولا هي الدولة الأوروبية الأولى بالنسبة للعلاقات الاقتصادية مع معنا. عمرنا منذ 60، أكثر من 65 سنة، 65 سنة يعني حتى بداية حرب التحرير ما شفنا مشكل ولا نزاع ولا سوء فهم تفاهم مع إيطاليا. وإيطاليا كل ما الجزائر مرت مع ظروف صعبة ما وجدت بالقرب منها سند قوي إلا إيطاليا في كل ظروف، حتى في المأساة الوطنية. وقلت هذه سبق لي وقلتها، قلت أن استفزوهم حتى لما ضربوا علينا حصار من الطيران المدني من حادثة بين قوسين نتاع 94 تاع الاربيوس هذاك، ما كانش طائرة واحدة تنزل في العاصمة ما عدا الإيطاليا. يعني هذا الشيء يخليك وتوفوا لهم ناس هنا يعني قتلهم يدو الإجرام يدو الإرهاب باش يبعدوهم على الجزائر، هذاك وين قووا العلاقات تاعهم على الجزائر. إذا إيطاليا ما شايفين منها إلا الخير وشايفين منها النية الحسنة ويشتغلوا بالسكوت بصمت، ما يحوسوا لا على السجاد الأحمر ولا عندهم رغبة باش يستثمروا. سيادة الرئيس مستثمرين من قبل، فيه مئات الشركات الإيطالية تشتغل هنا ولا واحد سمع بها. اليوم المخابز والمصانع نتاع المطاحن وهذه أغلبها 80% منها إيطالية. إذا ماهوش من اليوم فقط، قلنا نزيدوا نقويوا، ندخلوا اليوم في الانتاج المشترك، ما نبقاش الا في الاستيراد، ننتج مع بعض ومستعدين هما باش ينتجوا معنا انتاج ميكانيكي، انتاج سيارات، انتاج البواخر، انتاج اليوم عندنا حنا حتى بالنسبه للدفاع الوطني عندنا تركيب بعض، نركبوا بعض الاجهزه مع بعض. سي الرئيس، شاركت مؤخرا، شفنا اجتماع مهم جدا شاركتوا فيه مؤخرا، اجتماع رفيع المستوى للتنميه العالميه واللي تراسه الرئيس الصيني، وشفنا حضور يعني قاده وزعماء دول من بينهم الرئيس الروسي بوتين. سي الرئيس، هل الجزائر عندها الرغبه انها تكون في مجموعه البريكس؟ او هذا الاجتماع يعني تحضير لهذا الامر؟ ممكن ما سبقش الاحداث، ولكن ان شاء الله تكون اخبار ساره، خاصة انه كنت انت والرئيس السيسي فقط في يعني حضور من العام. هو البريكس باش تكون البريكس فيه يعني لازم شروط اقتصادية وشروط كذا، اظن انها تتوفر بنسبة كبيرة جدا بالنسبة للجزائر. يهمنا البريكس يا الرئيس؟ يهم البريكس لان يعني قوة اقتصادية وقوة سياسية. يهمنا البريكس
اولا باش نبعد على الجاذبيه نتاع القطبين اولا، وثانيا احنا كدوله رائده في عدم الانحياز، هذا هو الاتجاه نتاعنا ان شاء الله. وصلت الفكره سياده الرئيس. نروح للملف الليبي سياده الرئيس، ايضا اللي اصبح يعني يهمنا ايضا احنا في الجزائر باعتباره امننا ايضا عمقنا الاستراتيجي. عرفت تطورات مؤخرا سياده الرئيس، ومنذ تقريبا الملاحظ يعني خاصه منذ عوده الجزائر بقوه في هذا الملف اختلطت شوي الامور في الملف الليبي. كيف تشوف الامور سياده الرئيس؟ والله نشوف يعني كل ما نقول اننا على قرب من حل تزيد تتعكر الاجواء. هل تتعكر عمدا امها سوء نظره وسوء تسير؟ ما انتهبش الناس، ولكن بعض التصرفات تخلينا نتساءل هل حقيقة فيه رغبة في استقرار ليبيا ولا ما فيش رغبة، ولا فيه خلفيات أخرى. احنا ماشيين مع الشرعية أولا، وقلناها صرحنا كل ما قرروا مجلس الأمن احنا معاه، احنا مع لم الشمت على الأشقاء الليبيين، احنا مع الحل الليبي ليبي بدون تدخل، وحنا الدولة الوحيدة الجارة أقرب جار وأكبر جار إلى ليبيا بغض النظر على الجوار مع شقيقة مصر. عمرنا ولا دخلنا في أمورهم، حنا لما يناديونا دائما حاضرين لحل مشاكل اقتصادية ولا مشاكل تقنية ولا مشاكل كذا ولا مشاكل. حتى بالنسبة للتنقيب عندنا آبار تاعنا، ولكن باش تبقى لنا يعني قلنا الاتساع للتدخل، ماشي التدخل لمحاولة حل بعض المشاكل مع الشقاء الليبيين، جمدنا النفط وجبنا العبار جمدنا، رغم أن حاليا الشقاء الليبيين هم اللي طالبين من سوناطراك باش ترجع ويلحوا على سوناطراك باش ترجع. ما عندنا حتى خلفية مع الأشقاء الليبيين، احنا شفنا من مع حتى طرف سيادة الرئيس، لأنه البعض يحب يربطنا أيضا. أنا مع الطرف الشرعي، احنا مع الطرف الشرعي ونبقى مع الطرف الشرعي، ما نقبلش تغيير ما عدا التغيير اللي يجيبوه مجلس الأمن، هذا هو. دروك احنا قلنا وهذه من سنتين وحنا ننادي بالانتخابات، وعلى هذا الأساس اللي تعينت حكومة سي دبيبة عبد الحميد دبيبة، ايه، ومجلس الرئاسي نتاع سي المنفي. حتى رانا ننتظروا في بداية تنظيم الانتخابات، لأن الانتخابات هو الحل الوحيد والحل الشرعي الوحيد. انتخابات شرحنا لكل من همهم الأمر، الممثلين تاع الامم المتحده ولا غيرهم، ولا انه ممكن ننظم انتخابات بشرط انها تكون فيه نيه تاع تنظيم انتخابات. اما حل اخر تاع بالتراضي وبكذا، ما التجربه ظهرت لنا باللي ماهيش حلول دائمه، لان البشر يتغير والمصالح تتغير، وفي بعض الاحيان لما تتغير تعقد الامور اكثر من اللي كانت معقده. ده هو احنا ما دخلناش، ما بعثنا مرتزقة، ما ساعدنا مرتزقة، ما دخلنا في شؤون داخلية ولا حنا. هذا الامر سيادة الرئيس للحديث ايضا على ملف يهمنا ويهم شأننا ايضا وامننا القومي هو ما يجري في مالي، وشفنا مؤخرا يعني تم الاعتداء على مواطنينا، وانت يعني دخلت وجابوهم في طائرة عسكرية. يعني نشوفوا التطورات ايضا، استقطاب كبير في مالي واللي يعود ايضا على منطقه الساحل. يعني كيف تشوف الامر سيادة الرئيس هذا الامر؟ نشوف الامر اولا الملف نتاع الجزائريين اللي تعدوا عليهم السلاح في قاو، ملف ما تطواش، والملف نتاع الدبلوماسيين تاعنا اللي اختطفوا من قاو وتوفوا منهم استشهدوا منهم اثنين ما تطواش الملف.
ويوم من الايام تكون المحاسبه مع اللي راه يقوم بهذا العمل هذا. عندنا فكره من شكون كان السبب في ضرب الجزائريين. نهار اللي تبان الامور ندخلوا في الحساب الدقيق على الامور. طرف مالي سيادة الرئيس؟ ما نقولش اكثر من اللي قلته، لان طيب. تحريات ماشيه، و اعتقد ان الشيء اللي شاكين فيه هو الصح. باقي دور قضيه مالي، الدوله الماليه مشكل طال ومشكل سياسي، لما يطول يصعب الحل نتاعو، وكل ما نزيدوا طولوا في ما فيش بالنسبه لنا احنا. اولا مبدا راسخ اللي ما يتغيرش، وما نسمحوا حتى الواحد باش يكون مضاد لنا في هذا الشان، هو الوحده الترابيه تاع مالي والوحده تاع الشعب المالي. يعني اتفاق الجزائر سيادة، اتفاق الجزائر اللي يرسخ الامور هذه. مادام ما فيش تطبيق اتفاق الجزائر، مالي تبقى في المشاكل تاعها، لان الفرصه اليوم التعفن اللي موجود يسمح لكل من هب ودب باش يدخل في امور مالي. بينما بالنسبه لنا الامور واضحه، اندماج، نعاود ندمج الشمال في الجنوب، والامور تدريجيا تمشي، وحنا مستعدين للمساعده الماديه، مستعدين اللقاءات في الجزائر، اللقاءات حتى في مالي ولا بين الاشقاء الفرقاء الماليين، ولكن ليست نفس الرغبه اللي موجوده عند الناس كل. ها المشكل اللي رانا فيه احنا. دول اخرى وين ما نحاول نلم شمل تاع اشقاء في دوله من الدول يتداخلوا، باش قال الجزائر راح تتداخل وهذه وهذه. لا يريدون للجزائر سياده الرئيس بعض الاطراف او بعض الدول انها تلعب تكون لاعب رئيسي في منطقه الساحل؟ هما شوف فيه ناس اللي حاسدين الجزائر في هذا الدور، ولكن الشيء اللي ما يعرفوش هو ان الدور طبيعي تاع الجزائر، ولا واحد يقدر يحرمها من الدور الطبيعي نتاعها، ولا واحد يحرمها من الدور الاستراتيجي نتاعها، وعندها الامكانيات تاع تطبيق دورها، تاع لعب دورها الاستراتيجي، والاحداث راه تتظهر تبين. افريقيا عندها امل كبير في الجزائر، والجزائر ماشيه مع كل دول افريقيا يعني بنيه حسنه وبنيه خالصه، يعني لحل المشاكل. و باقي دروك بالنسبه للارهاب، ما الارهاب الى اخره، الارهاب في المالي موجود، ولكن اعتقد جزء منه مفتعل، جزء منه مفتعل لربما لأسباب استراتيجية تاع دول أخرى تغذي الإرهاب هذا. أيضا نتكلموا على الخطر الآخر سيادة الرئيس، الحلف. هو لا تسمح لي نرجع للمالي، لأن المالي يهمنا كثير. طبعا سيادة الرئيس تفضل. أولا حدودنا، ثانيا الماليين كانوا دائما أشقاء. اليوم لا 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 لا. أنا نحط في الإخوان الماليين بالأخص القادة الحاليين أنهم يرجعوا للشرعية في أقرب وقت، يرجعوا الكلمة للشعب المالي، يرجعوا الكلمة يفوتوا الانتخابات ويراجعوا الدستور ولا يديروا واش حبوا. المهم أن ما تبقاش ظروف سياسية استثنائية في مالي اللي ممكن يعني تسيل اللعب تاع دول أخرى اللي تنتظر باش تفترس دولة مالي في الوقت المناسب. تكلم سيادة الرئيس، نروحوا نتكلموا شوية على الشأن الداخلي، ونبدأ طبعا بالمحور السياسي، موضوع أيضا ربما يهم الرأي العام أو الشأن السياسي. تكلمتم سيادة الرئيس على معايير جديدة لتقييم المسؤولين، وتكلمتم أيضا على خلي نقول تغيير حكومي. الشارع الجزائري أو الرأي العام سيادة الرئيس يتحدث متى هذا التغيير الحكومي، وهل هناك تغيير حكومي، وما هي هذه المعايير الجديدة التي يعتمد عليها
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تقييم المسؤولين سيادة الرئيس؟ تعديل يكون تعديل حكومي طبيعي، يعني أن كل حكومة في العالم يجي بعد ظرف زمني وين تتطلب تعديل لسد بعض الثغرات. بعد ما نقول لك شو التاريخ اللي يكون فيه تعديل، ولا الكم تاع الحجم تاع التعديل يكون في وقته ان شاء الله. ان شاء الله سيادة الرئيس. معايير جديدة سيادة الرئيس؟ معايير جديدة. المعايير هو لازم الشيء اللي التزمنا به يتطبق اولا. لازم الحكومة تكون في مستوى طموحات هذا الشعب. صح، أنا سبق لي وشرحت للمواطنين من خلالكم من خلال الصحافة الوطنية أن اختياراتنا ما كانش اختيارات ولا ولا اختيارات كذا، اختيارات كلهم بالملفات نتاعهم عندهم عندهم كفاءة، ناس جمعيين ناس كذا، ولكن التجربة تنقص تنقص التجربة. نحاول كيفاش تفاوت في أداء القطاعات سيادة الرئيس؟ لأن فيه تفاوت في التجربة، اللي جرب ومارس وبقى نضيف هذاك ما كانش. اليوم راهم يعني مهنيننا من قطاعات. صحيح، هناك قطاعات في ناس اخرين نضاف، ماشي نضاف حقيقة، ولكن غير أكفاء. والكفاءة طالت باش تجي، وحنا محتاجين كفاءات لأن السرعة اللي أنا نمشو بها ما تعطيناش الوقت باش نخلي له عامين ولا يتكون. مبادرة لم الشمل سيادة الرئيس، تكلمتم أيضا أو ملف أو موضوع يعني لم تتضح الرؤية والصورة جيدا. سؤالي سيادة الرئيس واضح، من هي الجهات التي ستشملها هذه المبادرة؟ المبادرة أنا فيها رانا تقريبا من منذ سنة ما، وإحنا نحاول باش حتى الجزائريين اللي كانوا مغلطين هم يرجعوا للوطن الام ويرجعوا كذا. يعني قرارات العفو التي في قرارات القرارات الاخيره اكثر من 14,000. صحيح. وراك يعني ثانيا فيه ناس اللي ربما اللي بعدوا على القافله لانهم كانوا غضبانين ولا لانهم اساءوا المعامله معاهم، والا رانا نحاول نلم. بالنسبه ل الناس اللي كانوا غالطين، البعض منهم فهم باللي المستقبل تاعو راه مع الشارع الجزائري، ما راهش مع السفارة الفلانية ولا السفارة الفلانية. ما يمشيش في شعب مقاوم. شعب التواجد تاعو حاليا والفكر تاعو تاع مقاومة. جماعة تقصد سيد الرئيس عفوا جماعة المرحلة الانتقالية وكذا. منهم كان بعض اللي حاولوا يأسوا لطابور خامس اللي حاجة في نفس يعقوب، ما نجحوش لأن الصراحة لنا نتصارحوا مع الشعب اليوم، والشعب وجد ضلة نتاعو في مسؤولين تاعو ويعبر، عنده حرية التعبير وعنده كذا. أما الآخرين اللي يعني عكروا الجو باش تتداخل عاصمة من العواصم الأوروبية، هم يضيعوا في وقتهم لأن أولا احنا ما قبلش التدخل، ثانيا ما نقوم حتى بشي اللي يخلي التدخل. لكن البعض يشوف بأنه يعطلوا الجزائر سيادة الرئيس. أنه كان يعطلوا وكان عطلوا، احنا اليوم راك تشوف المستوى اللي وصلنا ليه اقتصاديا، المستوى اللي وصلنا ليه في الاستثمار، المستوى اللي الأمور الحقيقية اليوم العالم بأسره، العالم أقوى دول في العالم تحاول توجد حلول اقتصادية، مش حلول تاع كذا وكذا وكذا وطابور خامس وما نعرفوهاش. وهذه الحلول الاقتصادية كيفاش تنقذ بلادك، كيفاش تنقذ هذا الجيل. الجزائر بالنسبة لنا اليوم عند تخرج 250,000 جامعي سنويا، 250,000 جامعي. ضيف لها ان الجزائر اليوم الديموغرافية نتاع الجزائر نمو سكان تخلي لك اضافة ما يقارب مليون جزائري سنويا. هاد العاملين
يخليك لازم تمشي بسرعه قصوى باش تهدلو لما يجوا في سن الدراسه، يوجدوا المدارس تاعهم، يوجدوا الجامعات، يوجدوا العمل تاعهم الى اخره. هذا هو الصح، يعني باش تضمن مصير تاع بلادك ومصير تاع امه مثل نبيله مثل الامه الجزائريه. اللي يحوس يعرقل هذه المسيره يعني راه عنده اسباب، يعني سي الرئيس اذا فهمت هادو هما المعنيين بسياسه لم الشمل اللي انطلقت منذ عام. فيه كثير سياسه لم الشمل. عندنا مثلا بالنسبه الشيء اللي انتج على الماساه الوطنيه. صحيح هذاك كنت نسالك عليه سي الرئيس. فيه ما يقال قررتم مشروع قانون. مشروع قانون لان ويفوت على البرلمان. اكيد يفوت على البرلمان، ما بغيش ناخذوه انا بمرسوم رئاسي. لان لازم ممثلين الشعب، وبالاخص ان اليوم البرلمان لا غبار عليه، ممثل شعب حقيقي. لان الماساه جات قانون الرحمه في 96 95 96، من بعد جات قانون الوئام المدني في 99 قانون المصالحه الوطنيه المصالحة الوطنية 2006، وكلهم أعطوا أجال ضيقة لأن تسلسل القرار، أجال ضيقة بين 6 شهور أقصاها 6 شهور. آخر قرار كان في 2006 لمدة 6 شهور الفعالية نتاعو، انتهت الفعالية نتاعو والناس سلموا نفوسهم أو روحهم معلقين. تخليهم هكاك راهم يمضوا، راهم اتصال مع مصالح الامن، ولكن حررهم، خليهم يعيشوا عيشتهم اولا، وثانيا باش حتى يدخلوا في اطار قانون، لان راهم في وضعيه غير قانونيه. حتى الامضاءات هذه هذو هما اللي باش نمدوا القانون من اجلهم فقط. يعني ما يعنيش المسجونين؟ لا 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 ما يعنيش. لا المسجونين رانا اولا المسجونين تاع الراي هذه اكذوبه القرن، ما عندناش مساجين تاع الراي. انا الانسان اللي يسب ويشتم وهذا يتعاقب بالقانون العام مهما كانت صفته. الحصانه موجوده الا المنتخب من طرف الشعب، النائب ولا العضو ولا الشمع. وداخل قبه البرلمان فقط سيطر. وحتى هذول ترفع عنهم الحصانه في بعض الامور. انت الوظيف تاعك ما يعطيكش حصانه باش تشتم فلان ولا تشتم الامير عبد القادر ولا تشتم هذا ولا تشتم مؤسسات الدوله ولا مهما كانت صفتك. انا نقولها اليوم بالنسبه للصحفيين، اولا عندنا 8000 ما يفوق 8000 وشي صحفي، اذا كان 3 ولا 4 دخلوا للسجن من اجل الشتم مش من اجل مقالات صحفيه، إذا ما دخلتش للسجن لأنك صحفي، لأنك مواطن اخترق القانون العام. هذا هو. وثلاثة ولا أربعة في 8500، وراها الدولة العربية اللي عندها 180 جريدة يومية بغض النظر على الجرائد الإلكترونية والتلفزيونات تاع خواص. واش رجعونا احنا بلاد كوروندار، دير فيها واش تبغي، ولا يهضر قال حقوق اللي سموه حريه التعبير، الناس تعبر على روحها. ما التعبير المتحضر عارض داك شغلك، ولما تكون انت متيقن من الشيء اللي تقول فيه خارج من اعماق اعتقاداتك مرحبا قول، باش تكون بوق تاع ما وراء البحر راك غلط، ما نجحوش هما ما ينجحوش الابواق تاعهم. هذا ما كان. سيادة الرئيس نعرج للملف الاقتصادي وربما التطورات الحاصلة على الساحة الدولية سيادة الرئيس تفرض نفسها مثلا. اسمح لي تفضل تفضل سيادة. بالنسبة للنقطة هذه رانا تقريبا في الدفعة الثالثة. كان الناس اللي كانوا متوقفين في ايام الحراك المبارك
شهرين ولا بعد ما استلمت درنا عفو يمس آلاف منهم. ومن بعد عفيت على 120 كان محكوم عليهم، يعني عفينا على ناس اللي كان عاد ما تحكمناش عليهم وفاتوا، يعني عفيناهم من السجن المؤقت إلى آخره. أعطت النتيجة نتاعها، الناس رجعوا للعقل تاعها، ولكن البعض اعتبروها ضعف. إنسان إنسان يعني اللي يظن باللي الدولة ضعيفة لهذا المستوى باش يزعزعها هكذا ولا راه غلط. دولة أقوى من هذا، لأن دولة ماشية بما يرضي الله وما يرضي الشعب. لا هو مش بما يرضيك أنت المبعوث الخاص نتاع كذا وكذا. غلطين. سيادة الرئيس، ربما في الشق الاقتصادي موضوع جد مهم فرضته تطورات الساحة الدولية، موضوع ربما الاكتفاء الذاتي، نشوفه ملف أيضا ملف القمح. سيادة الرئيس، بصراحة الكثير يقول بأن الجزائر قارة، كيف لا نكتفي ذاتيا مثلا من القمح؟ أين الخلل؟ في العديد من المرات سيادة الرئيس عبد المجيد تبوني يتحدث ويمد أوامر ويمد تعليمات ويتكلم على الزراعة الصحراوية وكذا وكذا وكذا، أين الخلل سيادة الرئيس؟ الخلل يعني له أسباب كثيرة. أولا لمدة طويلة الفلاحة بالنسبة لنا كانت تعتبر يعني مهنة اجتماعية، فلاح مسكين فلاح ما هوش منتج، ما هوش يعني عضو بارز في العالم الاقتصادي. ومشات الأمور يعني مساعدات ومساعدات ومساعدات. ثانيا تأخرنا من ناحية التقنية، لأن اتخذنا كتقاليد أمور سلبية، مثل ما كانت تجرى حملة الحرت والبدر، هذه 20 سنة وصلنا على هذا المنوال، ونفس الشيء بالنسبة للحصاد، ونفس الشيء بالنسبة لكذا. ما فيش أبحاث، ما فيش، رغم أن فيه جيش تاع مهندسين فلاحيين إلى آخره، ما فيش أبحاث، ما فيش رغبة في تحسن، ما فيش، فيه روتينية، دخلنا في الروتينية. اليوم الظروف والأحداث حتمت علينا باش نراجعوا أنفسنا، وحنا كنا شاعرين بها هذه سنتين، لأن يجي الوقت وين القمح هذا يكون سلاح فتاك، لأن الجوع يخلي الإنسان يعني يرتكبش اللي ما كانش ولا شاف ولاده جائعين ولا كذا. دخلنا في إعادة هيكلة الفلاحة نتاعنا، إعادة النظر في الأمور هذه. السنة هذه تحسنت شوية نوعا ما، تحسنت بنسبة 7-10%. نتمنى باش السنة المقبلة إن شاء الله نوصلوا إلى تحسن أقل شيء 50-60% بالنسبة للضعف اللي موجود عندنا اليوم، لأن عندنا الأراضي، عندنا المياه، باقي العمل دروك، وباقي المنطق، والعمل عمل تقني، عمل تقني. المهندسين يعرفوا باللي الأرض بقدر ما تعطيها تعطيك. نقدروا نشوفوا في عهد الرئيس عبد المجيد تبون اكتفاء ذاتي للجزائر سيادة الرئيس في الأمن الغذائي، أو هدف رئيسي للرئيس الجمهورية؟ اكتفاء ذاتي في مادة من المواد ممكن، ممكن وممكن حتى نلتزم بها، في الحبوب مثلا قمح صلب ولين وشعير ممكن، أما اكتفاء ذاتي كلي بالنسبة للفلاحة ما فيش دولة اللي عندها اكتفاء ذاتي، لأن فيه بعض المواد غذائية وبعض المواد الفلاحية اللي تنتج في الخارج والناس قاعد تشري منها. سيادة الرئيس، أيضا سؤال بصراحة، يعني البيروقراطية قاتلة سيادة الرئيس في البلاد، يعني بيروقراطية قاتلة. الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الكثير من الأمور، احنا نتابع يعني من
من من من من مناصبنا في الإعلام يمد تعليمات صار ما كذا كذا، ربما في العديد من الأمور 10% سيادة الرئيس ما تطبقش منها، والأمر طال سيادة الرئيس، ما هو الحل سيادة الرئيس؟ ترسخ في الأذهان وترسخ في الشخصيات على الناس، يعني كما يقولوا من شب على شيء شب عليه، ناس ممارسات انت 30 40 سنة ممارسات سلطوية ممارسات مشبوهة انت على مشكل إدارة، احنا مارسنا الإدارة فيه الإدارة ناس وطنيين، فيه ناس اللي يعني يخافوا حتى ولو ما يخافوش من يخافوا من الله عز وجل، عارفين الأمة، ولكن فيه يعني ناس توغلين داخل جهاز إداري اللي أصبحوا يعني بتخربهم السلطة، دولة داخل دولة، دولة داخل دولة، ورانا لهم بالمرصاد. شوف الإنسان، أنا أعطيك مثال، بعض التصرفات ما تفهمهاش، السيد يمشي باش ياخذ حقه في شباك من شبابيك الإدارية بلدية ولا ولاية ولا كذا، ومجرد ما يلح في الطلب الآخر يقول له روح، يعني يتزايدوا في الكلام، بعد يقول له روح شكيل تبون. هاد التصرفات هادي اللي تعمر الحباس، ويقول لك حرية التعبير، هاد التصرفات هادي. مؤخرا طائرة ماشية من 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 وهران الجنوب 100 مقعد فارغ، شباب كانوا باش يركبوا، تزايدوا في الكلام، قال لهم بلا استغفر الله بلا ربي ما يركب واحد، ومشى الطيارة نصها فارغ. تصرفات هذيك، تشوف بابور يهز 1500 جزائري هم مغبونين في ميناء أجنبي وكذا، يجي البابور فيه 82 شخص. هذه أمور كلها اللي تخلق يعني جو مكهرب داخل المجتمع، باش يقول له هذه هي الجزائر الجديدة لكم أمنين بها. مقصودة سيد؟ مقصودة بالطبع مقصودة، والله ماني طالق واحد، هذا ما كان. اللي حب الكرامة والاحترام يحترم هذا الشعب هذا، ويحترم يحترم قوانين الجمهورية. واش ناس تدرس وتفوت في مجلس حكومة ومجلس وزارة ونقروا من يجي عندها هو يرقد عليها؟ هذه كما يقول لك بالفرنساوية يفو ميو اتر سول كما لا كومباني. نقدروا نشوفوا سيادة الرئيس نهاية عهد البيروقراطية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون؟ نهاية البيروقراطية هي نهاية الأمور اللي تفوت على السلطة، على السلطة الإدارية. خلي العلاقات بين المواطنين، خلي العلاقات، العلاقات الاقتصادية، دور تاع الدولة هي الرقابة. كاش قرار، قرار ياخذوه في بعضهم بعض، في التعاونيات، في هذه في هذه، يعني نزع القوة الإدارية هذه من الاقتصاد أولا، من الأمور الاجتماعية ثانيا، باش تولي الإدارة في أمور عادية. ملف الطاقة سيادة الرئيس أخذ في برنامجكم أيضا حصة الأسد، وللأمانة يعني نشوفوا الآن إنجازات فوق الأرض، يعني إنجازات حقيقية، يعني مؤخرا شفنا عقد تاع 4 ملايير دولار وكذا، ومؤخرا نطالع في منذ يومين فقط في منصة يعني عالمية يعني تقول بأنه سوناتراك تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث الاستكشافات، ثم بعد ذلك تأتي شركة نرويجية. نشوفوا أيضا مشات للإنتاج كما في برنامجكم سيادة الرئيس المواد الأولية وكذا وكذا وكذا، وهذا الشيء خليني نربط سيادة الرئيس مع الطريق العابر للصحراء، مع الأنبوب أيضا العابر للصحراء اللي يربط بين نيجيريا والجزائر، ويخليني نتكلم على مشروع الفيبروتيك. يعني هل الأمور مربوطة عندك سيادة الرئيس، خاصة أن القطاع نشوف فيه مشال الأمانة؟ يعني أمور مربوطة جدا، لأن أولا أنا أول مرة مشيت لأديس أبيبا في بداية يعني بتقريب أغلب الرؤساء الأفريقا ولا الممثلين تاع الدول اللي كانوا تما كلهم يعني فرحانين، قال لك نهائيا شفنا الجزائر،
سمحت فينا الجزائر وضعنا وكذا وكذا، لأن الجزائر مصيرها إفريقي وامتدادها إفريقي، ولم لم لم إفريقيا ما يكون إلا بمساعي، مش مساعي الجزائر وحدها ولكن مساعي بعض الدول الإفريقية. احنا لما نقول الغاز النيجيري يوصل لأوروبا عن خلال النيجر ولا الجزائر، هذا عمل عملاق إفريقي سيدي، بان أفريكانيزم. نتمنى باش يوم من الأيام نكونوا من مزودين الكهرباء لإفريقيا كلها، ولما لا؟ السكة الحديدية باش إن شاء الله تدخل إفريقيا من خلال الجزائر وتصبح مربوطة، الدول اللي ما عندهاش سواحل نربطها بالبحر الأبيض المتوسط من خلال السكة الحديدية تاع الجزائر، إلى وهلما جر من أمثلة. في بروتيك، مشروع الفيبروتيك، في بروتيك انتهينا احنا خلاص، انتهينا وصلنا للحد نتاعنا. إذا كل هذه الأمور اللي تربطنا بإفريقيا أمور مصيرية، لأن المستقبل راه في إفريقيا. حتى اليوم الحمد لله الشيء اللي يفرح أن رجال الأعمال تاعنا عاودوا اتجهوا لإفريقيا، صبحوا اليوم. تصور يعني احنا النادي بإفريقيا، ما إفريقيا يعني كأننا في بداية الاستقلال تاعنا، لما الوحدة الإفريقية كانت سياسية ونضالية أكثر ما هي اقتصادية. اليوم الاقتصاد هو اللي يتحكم، يعني بعد 60 سنة استقلال باش فتحنا خط بحري مع دكار. شفنا الاستقبال الباهر تاع شيء عيب، عيب كبير. دولة يعني عظمى في افريقيا مثل الجزائر ما عندها باش تمشي، انت باش تمشي لرواندا خصك تفوت على باريس ولا تفوت على لندن، ما عندكش خط، ما يسموه الامور هذه كلها رانا نراجعوا فيها، ولازم تتراجع، ولازم الجزائر تاخذ حصتها في كيانها الافريقي، ما تبقاش منعزله على افريقيا. شوف في 94 كانت فيه دراسه مدققه من طرف ذوي القدرات الاستراتيجيه في الولايات المتحده، 94 ايام الارهاب، صنفوا افريقيا وصنفوا تل دول افريقيا كان بانها دول محوريه، الجزائر، نيجيريا وافريقيا الجنوبيه، ما فيش دوله رابعه. محوريه يعني تاثر وتتاثر، دول لها تاثير في المحيط الافريقي تاعها وتتاثر بالمحيط الافريقي تاعها، منهم الجزائر. هذه في 94، هل قمنا بهذا الدور ولا ما قمناش به؟ الجزائر تريد، ما عندناش حتى خط جوي مع جنوب افريقيا، ما عندناش خط جوي مع ليغوس، باش رانا فريق. الامور هذه لازم نصرحها. بالنسبه للطاقه والاكتشافات وهذه، قول لك يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. القيادة الحالية تاع سوناطراك يعني تشتغل بروح وطنية عالية جدا، رغم أنهم كانوا مهملين أيام المدراء العامين الكبار بين قوسين تاع سوناطراك. في اكتشافات في بركين، رانا ننتج من بركين، ولكن بير موجود في بركين يعطيك 300 مليار. إما ما كانش فيه رغبة في التنقيب، ولا فيه رغبة في التقهقر تاع الجزائر، باش الجزائر ما تكونش عندها قدراتها اللي تخليها تقوم بالسياسة الاقتصادية، أمور ممكن كانت مدبرة. اليوم النية الحسنة والروح الوطنية العالية خلات العمال تاع سوناطراك اللي نحييهم من ابسط عامل الى القياديين تاعهم على الشيء اللي هم يقوموا به، استرجعوا الجزائر قدراتها الطاقويه، ومازال
مازال فيه اكتشافات كبرى راها جايه ان شاء الله. هذا خير الجزائر سي الرئيس. سيطر الجزائر عندنا في منطقه خنشله، عندنا في منطقه الاوفشور مازال ما مسيناش خلاص. الشيء اللي موجود في السواحل تاعنا مازال كاع ما مسيناش. حتى المناجم سي الرئيس يعني بدات المناجم كانت فيه رغبه يعني انت تركيع الجزائر من خلال ابنائها. ده هو سيد الرئيس، ربما من دون شك العمال ايضا والموظفين من دون شك يتابعوا في اللقاء تاعنا، رغم الزيادات التي اقررتموها منذ وصولكم لرئاسه الجمهوريه سيد الرئيس، الى انه خلينا نقول القدره الشرائيه تراجعت نوعا ما سيد الرئيس، العمال وعمال خاصه الوظيف العمومي طبعا يطالبون سيد الرئيس بزياده في الاجره الشهريه، الراتب الشهري، ماذا يقول سيد الرئيس؟ وحقيقة كثير من العوامل يعني تلاقات مع بعضها بعض ومست يعني بصفة ملموسة القدرة الشرائية نتاع الجزائريات الجزائريين، هذه معترفين بها، رغم أن المناخ العالمي هذا هو اتجاهه اليوم، حتى الدول المتقدمة ودول كذا كلهم يشكو من ضعف القدرة الشرائية نتاع المواطنين تاعهم، ولكن احنا مادام فيه مداخل اضافيه ان شاء الله السنه هذه التزم برفع الاجور و رفع حتى العلاوه نتاع البطاله ان شاء الله نرفعها، تخلي مثل ما قلت دائما انا احنا الحرب اللي انا جايبه انا شخصيا هو استرجاع الكرامه الجزائريين، صون الكرامة الجزائرية، ده هو. إذن تكون فيه طبعا في بداية 2003 لأننا ندرسها في بداية 2023 لازم تمر على قانون المالية تاع 2023، الكيفية اللي تكون بها نزيد نرفع النقطة الاستدلالية ولا نرفع مباشرة الأجور في حد معقول حتى ما نخلقش يعني التضخم، خلاش تضخم فيه كذلك. اعتقد هذه المدى المتوسط اليوم الامكانيات تاعنا تخلينا باش نرجع كذلك نوعا ما قدره الدينار، القدره الشرائيه تاع الدينار نرفع له قيمته. فيه اجراءات لازم تكون دقيقه حتى ما يكونش توزيع الريح هكا اللي يخلق تضخم، والتضخم فينا ما يستفاد منه الا اللي يبيع لك. صحيح. خليك تشريه انت ب 10 دينار تولي تشريه ب 30 دينار، انت ما تغيرتش العيشه نتاعك وهو استفاد. لم تتضح لكم سيادة الرئيس كم ستكون منحة البطالة الجديدة؟ ما ممكن يكون عندي كلام فيها، ولكن نخلي الحوار يكون على مستوى اختصاصيين ان شاء الله. طيب سيد الرئيس، شفنا ايضا قرار يعني او توجه وليس قرار نحو يعني فيخص هي لا تسمح لي فيه امكانيه رفع الاجور في 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 قرار واحد، ممكن فيه رفع اجور طول السنه على الثلاثي الاول بكذا، الثلاثي الثاني، الثلاثي كذا، نوصل نهاية السنة ربما برفع أجور ملموس جدا، ولكن جاء تدريجيا. تدريجي. ممكن يعني فيه نقاش موجود حاليا. سيادة الرئيس، قلت لك قطاع الطلبية أيضا كاين توجه نحو تدريس اللغة الإنجليزية في الابتدائي، ولقي استحسان وارتياح الكثير من المواطنين. سيطبق هذا القرار هذا العام سيادة الرئيس؟ ان شاء الله يطبق، لان باش تدخل الجزائر في العالميه في العولمه صح، مثل ما يقال عندنا الفرنسيه غنيمه حرب، ولكن اللغه الدوليه هي الانجليزيه، لغه العلم ولغه العالم الاقتصاد ولغه تكون ما نش عارف عندنا امكانيات باش نعممها على كل المدارس، لان لازمك اساتذه ولازمك معلمين ولازمك، ولكن
الرغبة هذه هي ابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله، الدخول المقبل التعليم الإنجليزية يكون على مستوى الابتدائي إن شاء الله. ملف السكن سيادة الرئيس، الجزائريين ربما أيضا في هذه الصيفة في 5 جويلية استبشروا خير بحصولهم على 160 ألف شقة، يعني انتهاء الأشغال أيضا قطاع ربما أصبح محل إجماع أنه قطاع يسير بوتيرة يعني سريعة، خاصة بعد الإنجاز اللي شفناه في الملاعب الرياضية، يعني ملعب وهران، ملعب الآن برقي وكذا. هل هناك سيادة الرئيس مشروع صيغ جديدة للسكن؟ ممكن وزارة السكن عندها صيغ تقترحها الحكومة، ممكن جدا، ولكن احنا مبدئيا ودائما في إطار صيانة كرامة الجزائريين ما نبغيش الجزائري، وقلتها مرارا، قلتها حتى أيام ما كنت وزير سكن، ما نرضاش للجزائر تاع 1,500,000 شهيد باش يكونوا أولادها ساكنين في القصدير العشوائي ولا في الصفيح ولا كل واحد يسميها حاجة بيدون فيل، هذه ما كانش. اللي قادر يبني دارو نساعدوه يبني دارو. المشكل في المدن الكبرى ما فيش أراضي اللي تسمح ببناء فردي، البناء لازم يكون جماعي ويكون علوي. إذن هذه إلا الشركات اللي قادرة تدير هذا العمل هذا، رانا نواصلوا حتى نقضي على مشكل السكن، حتى يولي الإنسان اللي يحتاج سكن يطلبه 5 شهور 6 شهور سنة من بعد يعطوه السكن تاعه. اليوم الشيء اللي يبشر بالخير هو أنا تجاوزنا 3.5 مليون سكن اللي تعطات منذ تقريبا 2013 ولا 2014. بالنسبة للبناء العشوائي لبيدونفيل نأسف كون أن في بعض الأراضي حررناها اليوم رحلنا ناسها مشاو لعمارات محترمة وكهرباء وغاز ومام كل شيء متوفر، ولكن مباشرة عاود ناس اخرين احتلوا البقعة هذيك وزادوا خلقوا بتواطؤ تاع بعض المسؤولين، فيه تواطؤ وهذا نقضي عليه إن شاء الله، ويكون فيه قانون عن قريب جدا باش اللي استولى على أرض الدولة بغير حق يكون العقاب تاعو وخيم. لأن تشوف شي تلاحظوا، أنا قلتها ونزيد نكررها، ما فيش ديمقراطية، ما فيش أمن للمواطن إلا بقوة بدولة قوية. دولة تكون ضعيفة ما تحميش المواطن وتركع للقوة نتاع الغير. منذ الاستقلال إلى يومنا هذا ما فيش شبر أرض نتاع القطاع الخاص اللي استولوا عليها مواطنين وبنوا فيها بنا فوضى، ما كانش شبر، بينما كل أراضي الدولة احتلت. مش طبيعي هذا. إذن السكن نواصله بنفس الصيغ، لكن فيه تحسن في صيغة من الصيغ، هي كلها صيغ في الحقيقة مدروسة تنطلق من المعوز حتى اللي ميسور، يعني اللي لاباس عليه. يعني يبقى السكن الاجتماعي سيادة الرئيس؟ يبقى السكن الاجتماعي، السكن الاجتماعي ما دام فيه ناس طالبين وما عندهمش قدرات باشية. فيه بعض الإخوان يقول لك الحل في الكراء، أي الكراء؟ أنا نمشي بالكراء، الحل السكن الاجتماعي هو كراء. فيه ملايين سكنات راها في الكراء حاليا. حتى لما بغينا نبيعوها الناس ما حبش تشري، لأن الكراء يعني بسيط وفي المتناول تاعو. سيد الرئيس نختم، اليوم وصلنا للسن باش تكون في الصورة، السن راه ينخفض. اليوم تشوف ناس يقول لك استنينا 5 سنين استنينا كذا، زمان كان يستنى 30 سنة. اليوم السن نتاع المستفيدين من السكنات انخفض إلى 25 سنة، في بعض الأحيان حتى 23 سنة. معناه باللي الناس الكبار اللي كانوا ساكنين في ظروف سيئة جدا خلاص استفادوا، ما بقاوش اليوم راهم أبنائهم ولا أبناء أبنائهم.
سيادة الرئيس الرياضيين أيضا أعطيناهم حصة باش ما يزعفوش علينا، شفنا نتائج يعني جيدة جدا في لعب البحر الأبيض المتوسط، ونتائج يعني ممتازة في البطولة العالمية تاع لعب يعني تاع ألعاب القوى اللي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية. هل الرئيس عبد المجيد تبون قرر يخص يعني مرافقة خاصة للرياضيين اللي ناجحين واللي حقوا نتائج؟ أنا طلبت من وزير الشباب والرياضة وطلبت باش يبلغ الفيدراليات أن من انتهاء ألعاب البحر الأبيض المتوسط إلى الألعاب الأوروبية المقبلة لازم كل من شارك في الألعاب البحر المتوسط عنده قدرات يرافق لي باش نشوف النخبة اللي تمشي تمثل الجزائر في الألعاب الأولمبية، لازم مرافقة لازم يدير تربص في كوبا يمشي لكوبا، اللي لازم تربص في الولايات المتحدة يروح الولايات المتحدة، ولا في هولندا ولا في السويد ولا في نيجيريا، ولا المهم ما يسمحوش فيهم ولو نهار. تكفل من عند الدولة. دولة يسير من عند الدولة طبعا. سيادة الرئيس حتى نخلق نهائيا نخبة وطنية اللي نتباهى بها عالميا إن شاء الله، حتى بالنسبة للألعاب العالمية المقبلة. صحيح سيادة الرئيس، جاهزين احنا الآن في الجزائر يعني بعد النجاح اللي تحقق في وهران لاحتضان تظاهرات إقليمية حتى عالمية، جاهزين؟ احنا أعتقد أننا جاهزين، في وش المعنى؟ ما إذا كان المرافق موجودة. احنا لازم نحسن الاداء نتاع الفيدراليات، ولازم نحسن الاداء نتاع الرياضيين تاعنا بتربصات بكذا. امكانيه الايواء موجوده سواء كان في العاصمه ولا في وهران، ولا ربما اليوم المرافق اللي بنيناها تكفيش، نزيد مرافق اخرى بالاخص الشرق الجزائري إن شاء الله، لازم عنابة نتكفل بها مليح، قسنطينة كذلك، والجنوب ورقلة وبشار إن شاء الله. الكثير أصبح كي شافوا ملعب وهران بالرقي تيزي وزو كذا، يتمنى في عهد الرئيس عبد المجيد تبون إن شاء الله مثل تلك الملاعب. بالنسبة للملاعب حقيقة يعني احنا السياسات تاع الجزائر اللي خلاتها ناجحة نوعا ما هو دائما نراعي التوازن، فيش فرق بين الجنوب والشمال وشرق وغرب ووسط. أعتقد أن بالنسبة للمرافق اللي تبنات في وهران لازم تقابلها مرافق في قسنطينة وعنابة وفي بشار ورقلة إن شاء الله، نبني فيها ملاعب بنفس الطراز إن شاء الله تكون برمجة عن قارب بحول الله. بارك الله فيك سيادة الرئيس، شكرا جزيلا على هذا الحوار، نتمنى أننا فدنا المواطن الجزائري. شكرا جزيلا. بارك فيك، شكرا، تحياتي.